يا ولد برال برال اروحك برال خذ الخيله حلول زي لسه البيت الله يرحم ابوك والله انت صدق احسن والله العظيم للسماني للانسان لسه البيت انا والله العظيم نسراب نسيان الله يهديك اللي شرب ما يطلعون والله ما يطلعون اللي شرب حلول يقعد في بيته انت ما في كل العاده لكن طلعتنا من المول ظهرنا من الواسعه ايه كنا بنحوط بن قصر الدوب وياك يا ابو وعبد الله لكن لكل حادثه حديث نعم يوم تسولف كنت تحدث في بطني من داخل يعني ما اقول تسلم بس المهم يعني نعطيك الفرصه الثانيه انك ما تسويها اخي انت مزعج اقسم بالله انك مزعج شيء جديد يعني اقسم بالله انك مزعج يا ابو مسمع الزفرات ذا اللي بوسوك يا رجال تقول له فين هو قال ما تشوف ذي شو سوى شارب حلول ايوه عطاها قسم بالله الله شو سوى شارب حلول شو سوى ايوه عطاها قسم بالله الله شو سوى شارب حلول شو سوى ايوه عطاها قسم بالله الله شو سوى شارب حلول شو سوى ايوه عطاها قسم بالله الله شو سوى شارب حلول شو سوى برد شي قال كذي وش الله علي الله هذاك وانت ما تروم تصبر يا ابو يشوت حلول حلول اللي في البيت ها بحوت وشرب بعد شو شرب هذا موهيتو لا هاي موهيتو كولا كولا ها ولا اجدكم بعد الكولا شو شرب سيفود شوربه وحلول وما تبى بعد تقتف الله يهديك الله يرحم حلول. ابوك حلول خيله الله يرحم ابوك كسكت البلد كسكرتين كسكت البلد اللي لحمني كسكت البلد المراصه البي ايش كل بلده اللي لا حيث هو عليه ما وصل البيت مع اني بخير مع اني بخير عبدالله قال الشهر حلول كنت لك ميني يا كميني شارب شو الكميني شارب شو حلول زين قاعد في البيت على الله لا يحلك ان شاء الله حولوا ابوي المستشفى برجيل هنا هذا حلو ترى انا فسكت ذا مني الليله لقيت فيه روعه ذا البلده اسكت هذا البال عليك شريط انت قطيه شريط اطفى حظك وحظ ليله اطفى حظك اطفى حظك يا المغرب حلول مو زين يا اخوي حلول عادك حركت الحلول بالصياحه لا وكل شوي حوض شوربه ويحوض وشوربه سي فود يلا بروح نتمشى ابي سري يوم اسراح مراويح يقول ما هذا على الضحك كيف ابو عبد الله لو ضحك بيغ عبد الله وين نروح الفكاهيه روح الفكاهيه ما في اليوم روح الحلوليه اليوم كيف كيف حلول ايش عنده ابو عبد الله حلول جغرافيا الله 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 طبعا يعني عن مسواك يكفي يكفي يا قديت لي الله يقدرك انا شو القدي انا ما انا بخير ابو عبد الله كم ما قرات تسويت جيش حبك في الحجاس وحشودي عسكر بالفواد ورماني اللحية الله يقدر خلاله شفني انا ما قلت شيء يا ابو انا يغني الريال يغني من ابوك يا عبد الله يا عبد الله والله ما قاشي ابن معانا هذاك بومبر زين والله العظيم حلوه يا الكمين لا لا مو بحلوه حلوه والله لا اول شيء خرب الجلسه ثاني شيء لا اله الا الله محمد رسول الله حق لا اله ثاني شيء الاكل ما كان مثل الناس والله العظيم ود... اظني بيسوي حركه الريان طالع حركه الريان الكميني اخوي بطل اخو بقول الكرسي ابوي بس انت يكفي من التصوير بس والله العظيم انكم سامدين بعض المرات انها سلاح يقول لك بعض الناس احبهم ويحبوني بعض الناس وين هذه الفقرة الحين الله يسعدك انا صدق يوم الاربعاء يشربون حلول لكن طال عمرك يجلسون في البيت ما يظهرون مره من هذا من هذا ما
الرحمن انك تسير وتحط ما في تبقى عادة الثقر باع علومك. يا الله هيزينها يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سرنا سرنا عبد الله يا ابو اسر اسر والله عادة الثقر. غمزة غمزة عم غمزة ابوي غمزة غمزة لي غمزة هلا جو لا ما بعد البيت يا جماعة والله ما بعد حسن بعيد البيت اليوم عبد الله لا سواسك شي وجع ولا وش فيك عقصر عادي عادي